لسه موجود معاك فادي ابراهيم على الراديو 90 90، هواها مصري، ولسه بنكمل كلامنا. وامبارح كان في خبر مهم جدا واحنا اتكلمنا عنه هنا في البرنامج، وقلنا عن اول مصريه طالعه الفضاء، واول مصريه اسمها ساره صبري، وقلت لكم احفظوا الاسم ده كويس علشان نتابع اخبارها ونعرف كل حاجه جديده هي بتعملها، ويعني في تفاصيل كتيره جدا، يعني هي رايحه تعمل ايه في الفضاء، درست ايه علشان توصل لكده، والرحله نفسها عباره عن ايه، وشويه حاجات كتيره قوي قوي قوي. احنا قررنا ان على يعني على الهوا كده على الراديو 90 90 نكلم ساره صبري بنفسها وتشرح لنا اكتر، ونروح معاها لحد امريكا كده ونشوف هي طالعه الفضاء تعمل ايه وايه الحكايه كلها. يا ساره صباح الفل بتوقيت مصر ومشرفانا. صباح النور يا فادي، انا بجد مبسوط ان اكون هنا، فشكرا على الدعوه. منوره الراديو 90 90، وشرف كبير لينا ان انت يعني رفع اسم مصر، وتجربه اكيد مختلفه كبيره جدا جدا. عايزين نعرف منك التفاصيل كلها، يعني عايز اعرف كده ايه اللي بيحصل، ايه الرحله اللي انت رايحاها للفضاء، ودرستي ايه، وحاجات كتيره قوي. اوكي، لا هشرح كل حاجه دلوقتي. يلا بينا. انا ابتديت دراستي في الجامعه الامريكيه في القاهره، عملت هندسه ميكانيكا، بعد كده عملت ماجستير بتاعتي في هندسه طبيه في ايطاليا، وانا هبتدي الدكتوراه بتاعتي الشهر اللي جاي في هندسه طيران في امريكا. وده اللي هيتخصص على بدله الفضاء. فانا قبل ما اصلا يجيلي خبر ان انا هروح الفضاء وكل ده، انا كنت بشتغل فيه، وانا اسست شركه اسمها دي سبيس انيشيتيف، واحنا اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نكثر البصول والامكانيه في البحث ليها علاقه بالفضاء. عشان انا لما ابتديت ابتدي كده، لما دخلت في موضوع الفضاء وابتديت ان انا اعمل بحث عليه، وان انا كنت فعلا حابه قوي ان انا اكمل يعني حياتي فيه، لقيت الموضوع صعب ومقفول للناس اللي زيي. يعني احنا كمصريين ما عندناش، ما نقدرش نروح نشتغل في ناسا، احنا يعني ما عندناش باسبور امريكي، مع يعني انا ما عنديش غير باسبور مصري، فانا ما عنديش حته ان انا ممكن اروح اشتغل مثلا في سبيس اكس والكلام ده. دايما شايفين ان الفضاء بالنسبه لنا بعيد، يعني احنا الفضاء ده لا يمكن نوصل لكده، لكن ساره صبري يعني مشيتي ورا الخطوه دي وقدرتي توصلي لها. حلو، كملي. فانا حاولت، يعني عملت اكتر حاجه ممكن اعملها، واسست الشركه بتاع دي سبيس انيشيتيف، ودي اصلا ده واحده من الاسباب ان هم ليه اختاروني. مين بقى اللي اختارك؟ يعني مين اختاروني علشان تعملي كده او تكملي من مجرد بس ان انت بتعملي ابحاث وبتدرسي في علوم الفضاء، لا انت هتعملي هتشاركي في رحله وهتسافري مع مجموعه من الناس وهتعدي الغلاف الجوي وهتبقي في الفضاء. انا قدمت على حاجه، احنا في مجال الفضاء احنا على طول بنقدم على كل حاجه، يعني كل ما تلاقي اي حاجه بنقدم عليها. انا كنت فعلا قوي في الحته دي، وانا مش يعني مش بوقف نفسي اقول لا انا مش هقدم عليها عشان مش هتجيلي والكلام ده، انا كده كده كنت بقدم ومش خسرانه حاجه. فهو سبيس هيومانيتي الشركه دي اللي هي شركه غير ربحيه، وهم اسمهم يعني الفضاء من اجل الانسانيه، وانه هو بيحاول ان هم يبعتوا ناس عندها مهارات قياديه في مجال الفضاء، وانه يبعتوا ناس الفضاء، وانه اللي بيتبعت بيكون بيلتزم بكل مواطن اللي هو مواطن رائد فضاء اللي يبعتوه، بالاستفاده من التجربه اللي بيبعتوها دي لاجل صالح العام. فهم بعتني عشان ان انا لما اجيلي لما اروح برا الفضاء ولما ابص على الارض من برا بيحصل حاجه في المخ، في حاجه بتتغير. يعني كل رائد فضاء راح قبل ناسا وكده بيتكلم عن الموضوع ده، وفي كتب اتكتبت على حاجه اسمها اوفر فيو افكت اللي هي تجربه تاثير النظره العامه دي. ده بيغير الشخصيه وبيغير، يعني بيزود حاجات ليها علاقه بدراستك او اي ابحاث ليها علاقه بالفضاء للشخص اللي طلع ده. بيغير يعني بيغير حاجه في المخ، يعني بيغير حاجه، يعني ان احنا عشان احنا بنطلع بره بنشوف فعلا الارض من بره وبنشوفها يعني ككيان واحد من غير الخطوط اللي على الخريطه ومن غير اي حاجه. يعني هو العلماء ابتدوا يلاحظوا انه بيحصل فعلا في تاثير على المخ. ده اللي هو يعني انت بالبلدي كده بالمصري بتاعنا انت هتغيري جو بجد، راح تغيري جو بره الكره الارضيه خالص. بالظبط. حلو. طيب تفاصيل الرحله ايه اللي هيحصل، وامتى بالظبط الرحله المحدد ليها، التوقيتات بتاعتها، ودورك انت ايه بقى؟ يعني دورك بس فقط ان انت هتطلعي وبتلقي نظره على كوكب الارض من بره، والوقت بتاعها بتستغرق قد ايه كلها؟ هما دلوقتي الشركه دي اختارتني من ضمن اكتر من 3000 شخص من ضمن العالم. واو. هم اختاروني عشان امر بالتجربه دي. وهم اختاروني عشان هم شايفين انه يعني شركتي هي بتحاول ان هي توسع الفرص زي الناس اللي زيي، وهم عايزين يكثروا من ده، عايزين يبعتوا حد يكون يقدر يمثل
يعني حاجه ان هي كانت قبل كده مستحيله ودلوقتي ان هي ممكنه. دي كانت نقطه كبيره قوي. فهو اصلا البروجرام ده بيمرنا قبل وبعد الرحله. هو قبل انا ازاي انا بقعد بشتغل مع شركه اسمها باراجون وهما بيقربوني ازاي ان انا اعمل بقى مديتيشن وكل الحاجات دي، ازاي لما انا ابقى قدام الارض وبص عليها بعينيا ازاي ان انا اعرف ان انا استفيد من التجربه دي. وبعدها بشهر يعني بعد ما ارجع بقعد شهر بعمل تريننج معاهم لسه ازاي ان انا ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها عشان اعرف اطبقها على الارض وازاي استخدم التجربه دي وافيدها افيد العالم بيها. هو اصلا يعني السلوجو بتاعهم تو سبيس فور ايرث، يعني للفضاء من اجل الارض. فهو دي الفكره، ان احنا بيبعتوا ناس عشان يعرفوا نعرف نصلح المشاكل عندنا على الارض. برضه تم تحديد الميعاد اللي هيتم اطلاق فيه الصاروخ بقى ومركبه فضائيه، مش عارف المصطلحات المستخدمه هنا صح ولا لا، لكن هتسافري بايه؟ بتسافري بايه؟ بمركبه فضائيه ولا بصاروخ ولا ايه اللي بيحصل يعني؟ هيبقى بصاروخ، هو تبع بلو اوريجين، وهي سبيس مايك بتتعاون مع بلو اوريجين، وهم هيبعتونا بنيو شابرد. هذه هتكون رحله رقم 22 من الصاروخ ده، وهيبعتوني. هو هيبقى قريب قوي، هم هينشروا الخبر قريب، فهم لما ينشروا الخبر حد هيقدر يعرف، بس هيبقى قريب جدا. وهروح معاهم مع بلو اوريجين. يعني لسه ما فيش اللي هو التاريخ المحدد لاطلاق الصاروخ اللي هيروح للفضاء. وطبعا هي الرحله تقريبا اللي انا عارفه ان هي هتبقى حوالي 11 دقيقه تقريبا. هو تاريخ محدد بس هينشروه لسه ما تمش الاعلان عنه بشكل رسمي يعني. بالظبط، هو لسه هيعلنوه قريب. طيب خليني اعرف منك، يعني كاول مصريه ان شاء الله رايحه للفضاء، ايه اكتر حاجه يعني استقبلت الخبر ده ازاي وبتفكري في ايه؟ واول حد قلت له انا رايحه الفضاء، وزمان لما كنت بتقولي لحد انا عايزه ادرس في اي حاجه ليها علاقه بعلوم الفضاء وهقدر اوصل لده، مين كان بيحبطك؟ مين بيقول لك بتحلمي بقى ده اي كلام، احنا فين؟ الحاجات دي كلها اكيد جت في دماغك. طبعا يعني انا الصراحه لما ابتديت ان انا لما دخلت مجال الفضاء كساره وكمصريه يعني ما عنديش باسبور تاني، كان يعني حاجات كتيرة قوي اللي هو الواحد بيقول عليها طب انت ما عندكيش فرص هتعملي ايه؟ يعني ما فيش حاجه ان انا فعلا اضطريت اخلق الفرص لنفسي، وان انا فعلا ان انا ادور عليها بنفسي اللي هو ما استناهاش. وطبعا الاول اصلا كنت بتكسف اقول انا عايزه ابقى رائد فضاء. اللي هو عيب يا جماعه انا اقول عايز تطلع ايه؟ عايزه ابقى رائد فضاء. طب يا حبيبي اوكي. طب تمام بالظبط. فدي مش حاجه كنت بقولها يعني للناس، كنت بقولها مثلا لاصحابي القريبين قوي ولعيلتي، حتى عيلتي يعني كان يعني مين كان بيدعمك بقى، من العيله ولا من صحابك اكتر، ولا مين كان بيدعم ساره صبري علشان تحقق الحاجه اللي هي بتحبها وتدرس فيها وتكمل؟ هو عيلتي من الاول خالص من وانا صغيره كنا يعني بابايا مثلا عمره ما كان بيفرق ما بين البنت والراجل. حلو قوي. دي غالبا اكتر حاجات يعني ساعدتني في حياتي. يعني انا دخلت هندسه ميكانيكا وكنت من البنات يعني الوحيده اللي في المجال كله هناك، برضو في الجامعه الامريكيه وبرضو في كل مكان. يعني دي مش حاجة في مصر بس، يعني دي حاجة لاحظتها في العالم كله عشان أنا بشتغل مع ناس من العالم كله، وبرضه في كل مجال. في بعض الدراسات يعني بيخلوها يعني دي لا الرجالة هي تدرسها أكتر، فأنت كنت عادي أنا هكمل في ده. فكملت فيه، ومامتي برضه هي كانت اتخرجت من الجامعة الأمريكية في لبنان، وهي كانت من ثلاثة بس في هندسة الكهرباء، فهي يعني هي بالنسبة مثلا إن هو ما هي كانت برضه هي كانت من البنات الوحيده اللي كانت في المجال بتاعها، فاللي هو حاسسني انه حاجات مش امبوسيبل يعني. فهم كانوا غالبا يعني هو كان هم يعني بطريقتهم وبطريقه حياتهم اللي هم بيصدقوا فيه ده يعني اثر عليا في حته ان انا اصدق انا في نفسي برضه ان انا فعلا يعني اكمل لقدام، وانه ما احسش انه حاجات ثانيه هتقف، وانه مش ان انا هقف عشان بس ما فيش امكانيه او بس عشان ما فيش يعني الاوبورتيونيتي موجوده في مصر. يعني طب يا ساره كمان اكيد اكيد غير التاهيل النفسي اللي انت بتعمليه علشان تجربه زي دي، وان انت هتسافري الفضاء وحاجه يعني ضخمه جدا ومش حاجه سهله، وكاول مصريه هتطلع الفضاء، اكيد في تجهيز بدني كبير قوي وفي حاجات بتعمليها الفتره دي علشان لما يجي ميعاد اطلاق الرحله. ايه اللي بيحصل؟ يومك ماشي ازاي؟ بتصحي امتى؟ بتاكلي ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ الايام دي بجد يعني انا بحس انه الايام كلها يوم واحد. هو نفس اليوم ومكمل عادي.
يعني انا من ساعه ما عرفت الخبر لحد دلوقتي هو يعتبر يوم واحد. طب بجد النظام اللي انت ماشيه عليه يعني ترتيب اليوم بالنسبه لك بيبقى ماشي ازاي؟ يعني انا بعمل تدريبات اللي هي المديتيشن كتير. هو دلوقتي 3 مرات في اليوم، الصبح وبعد الظهر وبالليل، عشان اقعد اظبط يعني النفس بتاعي، وده بيحضرني ان انا لما اكون قدام الارض وابص لها ما بقاش اللي هو بانيك، اللي هو ايه ده انا فين وانا ببص على ايه دلوقتي، بس ان انا اعرف استخدم الفرصه دي ان انا فعلا ابزوربت في مخي ان هي فعلا تبقى حاجه تتغير. تتخيلي الموقف من دلوقتي كتير قوي علشان ما تتعرضي له، خلاص يبقى انت عديتي بيه قبل كده وتقدري ان انت تتابعي وتستفيدي من الوقت ده. بالظبط. فانا بقعد يعني اهدي يعني نفسي، واقعد يعني اتعامل على ضربات القلب بتاعتي، وان انا فعلا بقعد اعمل التمرينات دي كتير قوي كل يوم. فده التدريبات اللي قبل، وبعدين انا لما اروح بلو اوريجن بقى عندهم هم هيعملوا تدريبات بقى هي على الجسم، هي بقى ان احنا نعلي الجي بقى عشان احنا لما نطلع الصاروخ لفوق الجاذبيه بتعلى قوي قوي، فهو بيحصل حاجات على جسم طبعا، فاحنا بنحضر نفسنا على كده. سارة انت مش متخيله قد ايه احنا فخورين بيكي، وكملي دراسات اكتر واكتر. وخليني اسالك، هو انت كام سنه دلوقتي؟ عارفه ان ده السؤال ده ما ينفعش تسال لست او لبنت، بس عادي يعني نسال. انت كام سنه دلوقتي؟ لا مفيش مشكله خالص، انا 29. حلو قوي حلو قوي، ربنا يوفقك اكتر واكتر. وهتاخدي حاجه من مصر معاك، حاجه مميزه مصريه مثلا طلعيها معاكي الفضاء تصوريها فوق او حاجه زي كده، ولا ما جاتش في دماغك الفكره دي؟ لا في طبعا. انا هتفاجئينا ولا تقولي لنا تغششينا؟ تاخدي معاكي حاجه مثلا مش عارف ممكن يبقى ايه اللي ينفع اللي يسافر معاكي الفضاء، حاجه بس يعني تعبر عننا كمصريين وتكون مميزه؟ لا هفاجئكم، بس انا مظبطه حاجات ثانيه هتبقى خلاص. خليها مفاجاه، ونحتفل معاكي باذن الله بنجاح التجربه دي وبنجاح رحله اول مصريه للفضاء. ساره صبري نورتي الراديو 90 90، وهنستناكي بعد الرحله باذن الله بقى تكوني موجوده هنا معانا في مصر، وتكوني موجوده كمان معانا على الراديو 90 90 تحكي لنا كل حاجه. شكرا قوي ليك. نورتينا يا ساره، وبالتوفيق في كل حاجه تعمليها يا رب. شكرا قوي ليك يا فاز، بشكرك جدا. يعني يا جماعه بعد اللي اتقال ده كله مش محتاجين اي حاجه غير ان احنا يعني ندعي لها بالتوفيق، ونقول ان مفيش اي حاجه مستحيله تماما، ما تخليش اي حد يحبطك، تقدر توصل للي انت عايزه.